اسمي ديميس روسوس، ولدت في اسكندرية. هكذا عرف ديميس روسوس بنفسه في زيارته الأخيرة لبنان عام 2013. المغني العالمي الذي باع ما لا يقل عن 60 مليون أسطوانة توفي عن 68 عاماً في مستشفى خاص في أثينا. ولد روسوس في 15 من حزيران عام 46 في الإسكندرية من أب يوناني وأم مصرية من أصل إيطالي، كانا يعيشان في مصر. نشأ روسوس في الإسكندرية وعاش فيها حتى رحيل والديه إلى اليونان في أوائل ستينيات القرن الماضي بعدما فقدا ممتلكاتهما إثر أزمة قناة السويس. هناك بدأ حياته الموسيقية وهو في 17، حيث التحق بفرقة The Idols، ثم انضم إلى فرقة الروك Aphrodite Child التي أنتجت 3 ألبومات. بدأ بعدها روسوس بإنتاج أغنياته المنفردة التي حازت شعبية واسعة، ومنها Forever التي تصدرت قوائم الأغاني في بلدان عدة. روسوس مزج الألحان البيزنطية القديمة بالألحان الشرقية، هو الذي تربى على صوت أم كلثوم وعبد الوهاب والأغاني اليونانية، ورافق والديه إلى الكنيسة، فقدم أسلوباً رومانسياً خاصاً به بصوت حنون دافئ أحبه الملايين، وعباءة مصرية أحب أن يرتديها في أرقى مسارح العالم. مزج روسوس لغات عدة في أغانيه، وأدى عدد كبير من المغنين أعماله بلغات مختلفة منها العبرية، مع أن روسوس كان متضامناً مع الشعب الفلسطيني مقاطعاً إسرائيل. في السنوات الأخيرة ابتعد روسوس عن الأضواء، وكان آخر ألبوم له قد صدر عام 2009.